هذا ثالث. هنا قلنا بال H deduction، هنا يقول لك why we may use H2، يعني ممكن نحن نستخدم ال H زي ما قلنا measure the size of object in an image، معناته من شان أقيس حجم ال object في ال image. فمثلا مثلا أنا لو حصل تورم، أنا عن طريق الحافة بقدر أشوف هل هو تورم، هل هي النورمال سايز أو هو حقها السايز الطبيعي. فأول شيء مشان أقيس الحجم كبر ولا ما كبرش، في تورم ولا ما فيش تورم، في تجلط أو لا، بقص عن طريق الحجم. وهذا عن طريق ال H الحافة، هو اللي بيبين لك في تورم ولا ما فيش تورم، في تضخم ولا ما فيش تضخم. كمان عن طريق ال H ممكن إنه evaluate a particular object from their background، إنه ممكن عن طريق هذا ال H اللي بحدده أو الحافة أقدر أستقطع ال object، من ال object أي من كان، سواء كان الهدف بكتيريا أو في أي حاجة اللي تشد تستقطع هي ال object، من حق ال background، من حق الخلفية، لأن ال object أغلبها يكون بالواجهة. كمان ممكن أستخدم ال H بحاجة تسمى recognize or classify object. إيش معنى recognize أو classify؟ كلمة recognize معناتها التعرف، مثلا أنا شفت بكتيريا هذه، أقدر أقول من هي هذه البكتيريا؟ هل هي باسيلايز أو أي بكتيريا أخرى، مثلا على افتراض أي نوع أخرى من نوع البكتيريا، فrecognize إنها تعرف ما هي نوع هذه البكتيريا، هل من نوع روتس أو كوكايز أو باسيلاي أو إيش نوع هذه البكتيريا، إيش اسم هذه البكتيريا. فالريكوجنايز معناته لو أقول مثلا كمثال ريكوجنايز أوبجكت، لو افترضنا الأوبجكت هي بكتيريا، ريكوجنايز التعرف عليه. كلاسيفاي إيش بقول لك، كلاسيفاي هل هي بكتيريا ولا فيروس، فأقدر أقول نعم بكتيريا أو لا مش بكتيريا. فكلاسيفاي معناته هل هي من أنواع البكتيريا أو مش من أنواع البكتيريا، هل هي من نوع الفيروس ولا مش من نوع الفيروس، هل هي من نوع الفنجي ولا مش من نوع الفنجي، وغيرها. يعني في الكلاسيفاي معناته ما تعرفش على البكتيريا، اقول مثلا هل هو نوع انسان او حيوان، هل هو من فصيلة الانسان او من فصيلة الحيوان، هل في من فصيلة الجماد او الاحياء، وهكذا. هل هو مثلا طفيليات او هو او اي شيء اخر، مثلا هذا الكلاسيفاي ما اقولش منه بالضبط، اقول هل هو من هذاك النوع او من هذيك الفصيلة او لا، على اساس كذا قال كلاسيفاي من اصل كلاسيفيكيشن. لكن الريكوجنايز من هو هذا الاوبجكت، يعني مثلا قد قلنا انه بكتيريا مش فيروس، بكتيريا، طيب مين هي هذه البكتيريا، نجيبها بالاسم. وهذا النوع نقدر نستخدمه او نقدر نقول الاتش ديتكشن يساعدنا في عمليه استخدامها. لذلك تعالوا شوفوا لي هذه الصوره، هذه بيانات من صوره. طيب الصوره الاولى اللي بتشوفها كاتش ديتكشن والموجوده اللي امامك، طيب فيها في بيانات الصوره يقول لك هنا شوف هذه البيانات قريبة أو متباعدة، شوفوا ما بين 35 والمية والخمسة وخمسين، شوفوا 53 53 53 هنا 155، متباعدة. متباعدة شوية صح، متباعدة شوية. طيب فهنا إيش يقول لك، لو حصلت تباعد كبير اعرف إنه هذا حد أو فاصل ما بين، يعني شوف أنا مثلا الحد لما تيجي تشوف مثلا يدك، حط يدك على اي شيء، حط يدك على اي كتاب او على او على الارض وشوف، مش فاصل يدك، لون يدك هو اللي تفصل ما بينه وما بين الارضيه صح، لون الارضيه حاجه ولون يدك حاجه، ففي اختلاف كبير ما بين لون يدك ولون الارضيه او لون الكتاب او لون الورقه اللي انت حطيت عليها يدك. فبالتالي هنا لو في اختلاف كبير نقدر نقول هذه هي الحافه. وضحت؟ وضحت ايش معناته؟ لو في اختلاف كبير ما بين الصور، ما بين الاول والثاني، نقدر نقول هذه هي الحافة لانه في اختلاف كبير. طيب تعال شوفوا لي هذه الثانية، هنا في اختلافات كبيرة ما بين الاول والثاني ولا لا قريبة. قريبة من بعض، في هذه الحالة نقدر نقول هذه ما فيش حافة، تمام لنا؟ نيجي نشوف كمان في حاجة تسمى ليدر بيتس اند ايدج، انه كان بيساعدك كمان انك تشوف الايدج. شوف لما قلت لك بالاول كان في اختلاف كبير معناته في ايدج هنا ما فيش حافة. طيب تعال شوفوا لي هنا هذه الالوان كيف تشوفوها، اليمين الحافة. بالضبط. يعني فانت الان تقدر تشوف في فرق ما بين الاول والثاني صح ولا لا؟
زي ايوه حد يفسر لي الشكل اللي قدامك، حد يفسر لي هذا الشكل. في الجهة اليمين في فرق بين القيم كبيرة، في الجهة اليسار متقاربة. ممتاز. فهنا طيب شوفوا هذا الشكل، ايش يقول لك؟ يقول لك هذا لما يكون كذا. طيب هنا لما ندخل من واحد يعني من لون للون اخر، هل بشكل يعني بشكل مباشر ولا بس يعني تدرج؟ لا تدرج هنا. تدرج. فهذا يسمى راب اتش. حيث الجري فاليو تشينج سلولي، يعني بحيث انه التغييرات كانت تغيرت بشكل ايش؟ بطيء، مش بشكل مباشر. لكن هذه سمت ستيب ايدج. ايش معنى ستيب ايدج؟ يا نسميها ستيب ايدج يا نسميها ايدل ايدج. هنا الجري اتغيرت بشكل تدلي، بشكل مفاجئ. فهنا التغيير كان بشكل يعني حبة حبة، ولكن الثاني كان التغيير بشكل مفاجئ. فالتغيير لما يكون كذا بشكل كبير، بشكل مفاجئ، نقدر نحرك الاتش بشكل سهل. وضحت يا طلاب؟ واضح كلامي؟ واضح هذه هي واضح، بس يا الأسئلة. ها في الدكتور الأول في النج، وهذا ايدج ديكتيشن، ايش اتش الفرق بينهن؟ اللي اتش ديدكشن، وايش اتش الثاني؟ اي شيء هي اتش ديدكشن او ايش اللي الثانية؟ ايش قلت لي؟ ما سمعتها، ما سمعتكش. ايش قلت لي الثانية؟ اللي سألها في الشابتر الأول اتش ايميج، وهنا ديكتيشن، ايش الفرق بينهم؟ اتش ايميج، ولا قصدك اتش شاربينينج؟ يا كريم قصدك اتش شاربينينج ولا قصدك هو شوفوا الايميج بحد بشكل كلي في معاها اتش، اي يعني بالصورة بشكل كلي ايميج اكيد بيكون في معاها اتش، اكيد الحواف اكيد. الاتش هذه يا اما نقول اتش ديدكشن، او قلنا بالشفت الاول اتش شاربينينج. ايش معنى شاربينينج؟ ايدج شاربينج معناته بدخل رجل ايدج. ايدج ديتكشن ايش معنى ايدج ديتكشن؟ اكتشاف الايدج. اول شيء اكتشف الايدج، خرج الايدج، خرج الحافه. بعد ما تخرج وهذه الحافه الشاربينينج تصلح الحافه، كانت الشاربينينج تصلح الحافه. وضحت؟ يعني تبقى من الأساس الشيء. ممتاز. يعني اني اول شيء بعمل ديتكشن، اكتشاف الايدج، بعدين ارجع اعمل له بالشابتر الاول شاربينينج. ايش اعمل له شاربينينج؟ انني اخليها واضح. وضحت؟ واضح. طيب الان نجي نكمل. بس هنا بيقول لك كيف بقدر اوصل الايدج هذه عن طريق الدربتيزم، اللي هي ايش معناتها؟ انه اقدر اعمل اشتقاق اللي دربتس. طيب كيف بعمل هذه الاشتقاق؟ عن طريق معادلة رياضية، ونحن ما بندخلش بشكل رياضي. فعموما شوف الآن هنا، هذه اللي يبين لك كيف بيكون لون، هذا اللون كامل بيكون لون، بعدين حصل إيش؟ تغير تدريجي، تغير تدريجي. هذا التغير التدريجي، حصل تغير تدريجي. بعدين مثلا هذا حصل لون، هذا اللون بعدين اختلف بشكل كبير، ها، فحصل عملية اختلاف بشكل مناسب. فهذه بتكون الرام، وهذه بتكون ستيب او الايجل اللي بتحصل انه تغيير بشكل مفاجئ. هنا بشكل ايش؟ سلولي سلولي، هذا سدن تشينج. طيب وهذه نفس الشيء، هنا كانت مثلا اسود وبعدين رجعت ابيض، تمام، طلعت الابيض، هذه ابيض وبعدين ايش رجعت قريبه للاسود، وهكذا. فهذه هنا نقدر نقول في حصل تشينج، يعني حصل سدلي بشكل يعني مباشر. فلو قارنا هذا التغيير مع هذا التغيير، هذا سلولي سلولي تغير، وهذا تغير بشكل كبير وبشكل مفاجئ. طيب على فكرة أنا قلت لك أنت يمكن بتستخدم الديريفيتس، اللي هي إيش معناتها؟ اللي عملية الاشتقاق هذه مش عليك أنت، يعني ما هذه بس المعادلة تتطرق لها فقط. أنا شوية شرحتها لأصحاب الرياضة لأنهم كانوا رياضة حاسب مع رياضة، أنت فيزياء ما لكش علاقة بالمعادلات هذه ولا بشرحها، يعني هذا السلايد محذوف عليك.
لانه كيف توجدها بشكل رياضي محذوف عليك انت، انت فيزياء طبيه ما بتحتاجش انه اصلا انت، الناس اصحاب الحاسوب واصحاب كمان علوم الحاسوب هم اللي علوم الحاسوب بمساعده قسم الحاسوب يعملوا لكم الدول، انت ما عليك لا تستخدمها، لذلك هذا محذوف عليكم. نيجي هنا يقول لك most edge detection method are concerned with finding the magnitude of the gradient and then applying the threshold to the result. وهذه كمان ما عليكش، انه يقول لك انك انت بتطبق عليها عملية اللي الاشتقاق ووجد للانحراف وبشكل رياضي تطبقها على الثريشولد للنتيجة. طبعا انا شرحت هذه بالتفصيل لاصحاب المحاسب، انت كمان هذه مش عليك. نيجي على بريوت فلترز، هنا في معك فلتر آخر يسمى البريوت، يعني هذا البريوت فلتر من شان تعمل عملية اتش ديتكشن. طيب نحن ما بنستخدمش الرياضيات حقهم زي ما قلت لك، هذا الأصحاب الحاسوب بس بركز إنه في دالة تسمى بريوت فلتر بتاخذها إن شاء الله مع أستاذة العملي، كيف تعمل عملية سيجمنتيشن عن طريق هذا الفلتر، يعني هذا كمان مش عليك، بس افهم لي بس اسم الدالة. طيب هنا أمثلة لتطبيق نعمل السيجمنتيشن. فأول شيء يقول لك اقرأ لي الصورة بامتداد الدوتيف، بعدين بي اكس حددنا سالب واحد صفر واحد سالب واحد صفر واحد، ادي اي شيء اللي بنعمل عليه الفلتر. اي سي اكس عملت فلتر اثنين بالبي اكس والاي سي، الاي سي اللي فيها الصورة والبي اكس اللي فيها الفلتر، هذا الماسك، فبالتالي هذا الصورة وهذا الماسك عملنا لهم فلتر، بعدين قسمتهم على 255، بعدين رحت قلت له البي واي يساوي البي اكس داش، ايش معناته البي اكس داش؟ هذا اللي تقلب لك الصفوف اعمده ولا اعمده صفوف. بعدين على نفس الصوره بعد ما قلبتها عملت نفس الفلتر هذه ولكن مع الصوره المقلوبه، ورحت نفس الشيء قسمتها من 255، بعدين رحت عملت سكيرت اي سي اكس مضروب اي اس 2 زائدا اي سي واي اس 2 وعرضتهم وقسمتهم على 255. هذه كلها الكوت محاكاه لهذه، محاكاة لهذه العملية الحسابية. هل عليك؟ لا مش عليك، يعني هذا الكود لا حتى ما تطبقوش مع أستاذة العملية مش عليك، بس اعرف ان احنا نقدر نحاكي هذه المعادلة الرياضية ونقدر نعمل بريوت، لكن انت بتستخدمها جاهزة، لذلك هذا كمان مش عليك خالص، يعني كل اللي عليك تستخدم فقط البريوت. حبيت بس اقرأ لك الكود منشان اقول لك كله من اللي اخذنه، يعني حتى لي لما عملت هذه كل اللي من اللي اخذناه، بس انت ما بتعمل ليش هذا الكود، انت مباشرة بتروح تطبق الدوال الجاهزة الموجودة معك واللي انت بتطبقها مع أستاذة العملية. فشوفوا هذه عن طريق دالة البريوت، هذه الدالة الأصلية، شوفوا هذه الصورة الأصلية عفوا، شوف لما نعمل لها بريوت، هذه الطريقة الأولى وهذه الطريقة الثانية وهذه الطريقة الثالثة عن طريق ما عملنا هذول الأشكال طبعا، وهذا زي ما قلت لك انت بتستخدم البريوت وتغير المعاملات، وان شاء الله مع استاذة العملية توريك كيف لما تغير كل معامل تجيب لك صورة، يعني ممكن انا اعملها هذه باستخلاص البكتيريا. طبعا شوفوا انا بعلق على حاجة واحدة، من دون لو استخدمنا البريوت من دون ما الكود هذا، هي بتوريك بطريقة اخرى، ولكن شوف من هي القريبة من هذه الصورة من الثلاث الصور، الثالث برافو عليك الثالث. لذلك احنا ايش بنعمل بالضبط؟ بنحاول على قدر الاستطاعة بنركز أي من البريوات والبارامترات، أنت حاول تجلس تضبط البارامترات وهذا بتدرب مع أستاذة العملية لغاية ما توصل للسيجمنتيشن المناسب اللي أنت تشتوه. أنا يمكن مثلا مشيش استقطع كل أنواع البكتيريا، الشخص استقطع بكتيريا واحدة قد استخدم هذه أو قد استخدم واحدة منهم فوق، فأحدهم مش كلهم، يعني مش تقول هذا قد الأحسن، صح بالنسبة لعنا هذا الأحسن بس حسب التطبيق، لو أنت تستقطعهم كلهم استخدم هذه أو تستخدم هذه لو أقل أو هذه لو أقل، وضحت؟ طيب وهنا كمان يوريك لو، وهذه كمان عن طريق البريوت، فشوفوا وهذه كمان استقطاع، في هنا استقطاع هنا استقطاع هنا استقطاع، وهذه كمان شوفوا كيف عملت البريوت، هنا بقول له اتش هذه دالة البريوت، هذه انت شوف من كل اللي شرحته، شوفوا من غاية هنا هذا قلت لكم مش عليكم، احفظ بس اقفز لي من البريوت روح لي لهذا، هذا الكود، هذا الكود انه بتعمل اتش اي سي بريوت وتعمل بس هذه، هذه الآن عملناها سيجمنتيشن طلعتها وهذه النتيجة على حسب الاي سي، من الاي سي؟ هي الصورة اللي هذه، هذه صورة الاي سي، قلت لها هذه الصورة الاي سي اعمل لها بري ويت واظهر هذه الصورة، فشوفوا الآن كيف هذه الصورة.